الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ آج کے اس جلوس کے آغاز اللہ رب العالمین کے کلام قرآن کریم فرقان حمید سے برادم استاد القرآن قاری عطا محمد چشتی آغاز فرما رہے تھے اب میں حدیث نعت پیش کرنے کے لیے گزارش کرتا ہوں ہمارے آیات مصطفیٰ عاشق رسول بھائی محمد ملا